هل يجوز للمسلم أن يدخل دورة المياه بالمحفظة وعليها اسمه مثل عبد الله؟ لا يجوز دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى تكريما لذكر الله عن المواضع القذرة، إلا إذا خاف على الشيء أنه يسرق فإنه يدخل به ويخفي الاسم، يخفي اسم الله، يخفيه، يلفه بشيء، يجعله داخل جيبه أو يلفه بشيء ولا يجعله ظاهرا. نعم.